من المرض والمعاناة إلى احترام آدمية الإنسان وضمان خدمة صحية لائقة. هكذا كانت ثورة 30 يونيو نقطة انتقال وتحول كبير في حياة المواطن، لا سيما على مستوى القطاع الصحي الذي تغيرت أوضاعه وشهد طفرة هائلة بقضائه على قوائم الانتظار والبيروقراطية، خاصة في نظم العلاج. وباتت ثورة يونيو بمثابة طوق نجاة لعلاج الأمراض التي أنهكت المصريين وتوفي على إثرها الكثير. فجاءت المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح مسار المنظومة الصحية والنهوض بها ورفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، حيث تم فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان ل 2.2 مليون مريض، علاوة على أن المبادرة امتدت لعلاج الأخوة الأفارقة والمقيمين على أرض مصر من ضيوفها من فيروس سي. وتمكنت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار من إجراء 1.3 مليون عملية جراحية، كما تم فحص 106,078 شخصاً في برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي، كما وصل إجمالي الترددات على مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي إلى 29 مليون زيارة. كما ساهمت مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس في إجراء 25 مليون عملية فحص. أما مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة تمكنت من فحص 3 ملايين طفل. وجاءت المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي لفحص 11,684 طفلاً، فيما تمكنت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية من فحص 123 ألف طفل من حديث الولادة. كما كان لبرنامج رعاية كبار السن دور في فحص 339 ألف مواطن فوق سن 60 عاماً. وفي يناير 2019 أطلقت مبادرة نور حياة لتقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن والكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية وتوفير 1 مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار. هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وفي مارس 2020 انطلقت مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتم من خلالها فحص 1,490,000 سيدة، وبلغت تكلفة المبادرة 112 مليون جنيه، فضلاً عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي ساهمت في فحص 25 مليون سيدة، وتنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، إضافة إلى فحص 3 ملايين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وتوفير اللقاحات بالمجان للمواطنين. كما تم إطلاق مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 1,139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون وإنشاء 51 مستشفى و310 وحدات طبية بتكلفة 22 مليار و133 مليون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات و 159 مليون جنيه. وأصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة، حيث كثفت الدولة من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء. ويبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً خلال عام 2022. كما تعد مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي في منطقة الخنكب القليوبية مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء على أرض مصر وضمن أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنوياً. وتهدف المدينة إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض الممارسات الاحتكارية. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وصول هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النطق الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محلياً والمستوردة لتصبح الهيئة مهيئة بذلك
ذلك للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهاد التنظيمي المرجعي في العالم. أصبحت مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً يضمن تقديم خدمة طبية على مستوى عال لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده الدولة حالياً في جميع المجالات.